تحت عنوان يا أمي، قدمت فرقة إحساس للباليه والرقص التعبيري بالتعاون مع مديرية الثقافة بحمص عرضا خاصا بعيد الأم، جسد عبر لوحات فنية راقصة سوريا الأم، وذلك على مسرح دار الثقافة بالمدينة وسط حضور رسمي وشعبي حاشد. بعد 10 سنين الانتصار حرب، بعدين انتصرنا، كان لابد أن نحتفل بهالأم العظيمة، الأم سوريا اللي قدمت وضحيت وتعبت وانقهرت بس حقها تفرح، بالبقلة الفرح للشام، بالفقلة الفرح لسوريا. كل عام وانتم بخير ماما سوريا، كل عام وانتم بخير لكل محافظات القطر. اليوم قدمنا عرض يا أمي، طبعا الأم السورية، قدمنا عدة فقرات بتشمل المحافظات السورية كلها والبنات الصبايا اللي قدموها، طبعا أعمار مختلفة، عنا صغار والكبار، قدمنا كذا فقرة وبتشمل كل المحافظات اللي بسوريا. أنا أول شيء بحب عايد كل أمهات سوريا، وخاصة أمهات الشهداء والجرحى اللي هني ربوا وتعبوا لحتى تضل سوريا بخير، وكل عام وأنتم بألف خير أحلى أمهات، وإن شاء الله سوريا بألف خير بقيادة الدكتور بشار حافظ الأسد. الجمهور كتير كان انبسط بهذا الشيء، يعني بالتوفيق لنا أكيد، ومنحب نعايد كل أمهات سوريا بمناسبة عيد الأم، الأمهات المناضلات اللي لهلأ صامدين وواقفين. إحساس كنتوا كتير رائعين، ودايما الإبداع عم بيكون مرافقكم، وخطواتكم كتير عم تتقدم خطوة ورا خطوة، يعطيكم ألف عافية إحساس مرة تاني. وأكيد كانت كتير فقرات حلوة بمناسبة عيد الأم، وينعاد على الجميع وعلى الأم الغالي الكبيرة سوريا. العرض لاقى إعجاب الحضور الذين تنقلوا بين المدن السورية وتراثها من خلال لوحات راقصة معبرة عن سوريا الأم التي استحقت الفرحة بعد صبرها في سنوات الحرب وانتصارها. الأخبارية السورية، عصام ديوب، حمص.